الشهرة تشوف انا عامل هنا شكاير في الحواجز، وبعدين الشرطة دخلت عليهم خدتهم وهم راحوا الجيزة مش تبع قمع الأهالي اللي هي هنا. أنا بروح هناك عشان أنا عايز حاجة هناك. اللي هي إيه بقى؟ الأشكال كده زي الأشكال اللي أنا بجيبها، بشوف مثلا بشوف أي حاجة وباجي أعملها، باجي أعملها هنا. في ناس كتير قالت لي انت شاطر في اللعبه دي، في ناس كتير قالت لي انت لسه عيل، انت عيل صغير. انا اللي شفته امبارح الشرطه لما جت تفض الاحتصام دخلوا من جنينه الرمان، بس انا دي مش عاملها هنا. دخلوا اول حاجه من عند من بين جنينه الرمان وجنينه الحيوانات، وكان في عاملين اول حاجز بالحديد واقفين عليه. بعدين الشرطه فضلت تدور عليهم قنابل غاز مسيل الدماء كتير، رجعوا ورا دخلوا هنا عند الشكاية، حطوا شكاية الرملة وقفوا عليها. ودي الخيمة الأول دول كانوا هنا. ده الغاز مسيل الدماء، أنا بقى بحدده هنا كده. كل باب يمشي من هنا الناس بتشرب ترجع لورا. بس بتبدأ بقى المدرعات دي تفتح تاني، تديهم قنابل ويحذفوها تاني الشرطة لغاية ما الشرطة فين اللي توقع في الحديد. وبعدين بقى دخلوا وخدوا الاحتصام وراحوا الحتة اللي نعملها هناك. راحوا في النفق بتاع الجيزة وفضلوا التليفون يضربوا علينا النار. بعدين انا بقى روحت مش عارف ايه حصل ايه تاني. بس موت امبارح، الاقوام بيضربوا نار والشرطه بتضرب نار. لا انا بحب الثوره وبحب اخرج في الاشتباكات. تمام. في اشتباكات كتير. تمام. من اول كوبري سنين والاتحاديه وقصر العيني ومحمد محمود، كل مظاهرات بشوف العيال بيجيبوا كازوز وبيبقوه ويلعبوا بيه. انا بقى جيت كبت في مره فضلت اعمل رصاص كازوز، رصاص كازوز يعني علبه زي كده انا بفضي منها بحطها على الارض. انا فضلت ارصصهم كده ادي وشهم ادي تشكلي ادي تشكلي. لقيت ناس عربات معديه في الشارع عملتها جيش بعمله اي حاجه ممكن اعملها بالكازوز.